السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة السكينة الصورية. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا معايا في هاد الصور غادي نحضروا كلاص بحجم عائلي جد جد اقتصادي. ما عليا غير نقول لكم تبعوا الفيديو إلى الآخر باش تكتشفوا المكونات اللي موجودين في هاد الكلاص، يعني غادي يبهروكم جد اقتصاديين كيف ما كتشاهدوا معايا كيجي المنظر ديالو رائع. تبعوا معايا الفيديو الى الاخر باش نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم البنائين. ونبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. اولا غادي نبدا معكم المقادير وطريقه التحضير في الوقت نفسه. عندي هنايا كريمه هولالا، ممكن تستعملوا اي كريمه، انا كنستعمل هذه هولالا. كانت خصها تكون ضروري بارده جدا، ضروري تكون بارده باش كيطلع القوام ديالها رائع. عندي هنايا كنحتاج من كريمه د هولالا جوج كيسان ديال العنبه فقط، هادشي اللي كنحتاجو في هاد الكلاص ديالنا. جوج كيسان بعبار العنبه مملوئين ديال كريمه سائله. بالنسبه اللي ما عندوش كريمه سائله ممكن يدير كريمه بودره مع الحليب، يكون بارد جدا. بالنسبه للسكر هي راه حلوه، فيها واحد نسبه الحلاوه، انا زدت ليها 3 معالق كبار ديال السكر باش كتجي الحلاوه ديالها معتدله. كنديرها في الخلاط الكهربائي كيف ما كتشاهدوا معايا. كيف ما يمكن لكم تستعملوا الخلاط اليدوي، هي على العموم الا كانت بارده راه كتنجح معكم الكريمه بسهوله. كيف ما كتشاهدوا معايا انا بديت كنخلط الكريمه، ها هي دا تمسكات ليا. ثم غادي نضيف ليها واحد ياغورت بنكهه الفراوله، يعني داك ياغورت اللي تيكون فيه داك الطريفات صغار ديال الفخيز. بالنسبه انا اختاريت اليوم نكهه الفراوله، ممكن ديروا اي نكهه بغيتوا. انا اليوم درت الكلاص يعني بنكهه الفراوله. كنضيف داك واحد ياغورت وكنعاود نخلط باش يندمج ليا، هو الكريمه راه طلعت يعني راه نجحات معايا. غير كنزيد ليها واحد ياغورت وكنعاود نخلط. ها هي دا الكريمه ديالي كيف ما كتشوفوا، كتجي متماسكه رائعه. كيف ما قلت لكم تنجح معكم خصها تكون بارده. انا غادي نحتاج هاد السيليكون هذا، هاد المول ديال الوريضه راه ما غاليش، كيدير 15 درهم عند الناس اللي كيبيعوا مواد ديال الحلويات. كيف ما يمكن لكم لا متوفرش عندكم هاد السيليكون، ديروا اي بول، يعني شي حاجه شي بزلافه كبيره تكون ديال البلاستيك او اي حاجه بحال هكا مثلا، او المول ديال الكيكه او اي حاجه. هو الاساس من هاد لا كلاص هما المقادير والوصفه، اما المول او غيره كيبقى غير يعني حاجه اشكاليه، يعني اللي متوفر عندكم ممكن ديروا فيه. انا غنستعن بهذا البول اللي وضعته في الاسفل، وحطيت فيه هذا المول السيليكون باش السيليكون يعني يترصى ليا، لانه غيبقى يلعب. الا ما كانش عندي كان عندي هذا المول السيليكون وما عنديش بحال هذا البول قدو، ممكن نحطو غير فشي بلاطو باش يعني يترصى ليا داك السيليكون ما يبقاش يلعب. كيف ما كتشوفوا انا كنوضع يعني نصف، ماشي نصف الكميه، كناخذ الكميه كلها وكنخلي غير واحد الشويه غير الثلث. كنحاول نخبط المول ديال السيليكون على سطح العمل واحد الشويه وكنطل كنشوف واش يعني دخلات الكريمه في داك الجوانب، لان الورده ديالنا فيها الجوانب في الاسفل، يعني خصني نتاكد بان ما بقاوش الفراغات في الاسفل. كنخبط واحد شويه على سطح العمل هذا المول ديالي ديال السيليكون، وكنقاده وكنقاد الجوانب وكنرجعها هنايا وكنوضعها في الثلاجه بيد ما نوجد الطبقه الثانيه. هي الطبقه الثانيه راه واجده، يعني راه ما قلت لكم الكريمه ما درتهاش كلها في السيليكون في المول، درت نصف شي حاجه، يعني خليت غير الثلث غير شويه. ثم كنزيد ليها النكهه ديال الفرامبواز او الفراوله. كيف ما قلت لكم النكهات كيبقاو اختياريين، مع انني درت الكلاص ديالي بنكهه الفراوله، درت هاد النكهه. الا كنتو درتو الكلاص ديالكم بنكهه البيستاش غادي ديروا هاد النكهه ديال البيستاش على حسب الذوق، كنتو درتو ديال الليمون او ديال الفاني على حسب الذوق. انا درت هاد الفراوله، اختاريت هاد الطبقه الاخيره اللي غادي ندير هي اللي غتكون عندي في الاسفل بالفرامبواز. انا بقيت كنزيد شويه شويه، يعني درت واحد المعلقه ونص ديال الفرامبواز هي اللي عطاتني هذا اللون، يعني اللون اللي احتاجيته، وفي نفس الوقت راه كتعطينا النكهه. يعني ما ديروش الغبره الحمراء، ديروا هذيك النكهه ديال الفرامبواز. كيف ما كنقول لكم ديما راه جد اقتصاديه، كدير 5 دراهم وكتحتاجيها في عده وصفات. يعني شفتوا راني درت فيها غير معلقه ونص صغيره. المهم تنفرغ هذا الكمه ديالي اللي زدت ليها النكهه ديال الفرامبواز وكنوزعها فوق الكريمه الاولى. كيف ما قلت لكم يعني الا كان تصاب عندكم هذا المول ديال السيليكون بهذا النوع هذا ديال الورده، ما كانش غديروا في مول الكيكه عادي، غير هو غتفرشوا ليه سلوفان يعني بلاستيكه عاد توضعوا الكريمه باش تخرج معكم بسهوله، لان المول ديال الكيكه ديال الحديد يقدر ما
ما يخرجش يعني بسهولة من يعني منين يجمد ما يقدرش يدي مولا ليكم، يبقى واحل. يعني اللي عنده المول ديال كيكا ديال الحديد بهذا الشكل ديال الوردة يدير السلوفان أو بلاستيك غذائي يفرشه مزيان على كاع المول، عادي يضيف هاد لاكلاص يعني هاد الكريمة ويوضعها في المجمد. أنا غادي نقادها وغادي نمحيها وغادي نغلفها بالسلوفان وضعتها في هذا غير باش يشد لي التوازن لا غير، وغلفتها بالسلوفان او كيس بلاستيكي وغنوضعها في الثلاجه لمده ساعتين ونص حتى لثلاثه السوايع. هي يعني هي على العموم راه كتوجد في ثلاثه السوايع كتكون واجده. ها هي دا ثلاثه السوايع وجدت ليا لان درتها في الكونجيلاتور، والكريمه ديالنا راه دغيا كتعقد يعني ماشي ما فيهاش الحليب يعني كروم شونتيي دغيا كتجمد. ها هي دا كدي مولا يعني بسهوله كيف ما ديتيكم في السيليكون، ولا درتوها في المول ديال الحديد ما عليكم غير ديروا السلوفان تغلفوا بالسلوفان او ديروا يعني بلاستيكه ميكا بيضاء تكون نقيه وعاد ديروا الكريمه باش دي مولا لكم دغيا ما تصعبش لكم. كيف ما شفتوا انا دغيا تحيدات وراه جامد، كيجي المنظر ديالها رائع جدا وكيشهي. كلاص عائلي ممكن تقدموه للضيوف ديالكم كتحليه او كديسير يعني غتحمروا وجهكم. كيف ما شفتوا معايا هاد الميكه هادي درت فيها معلقه كبيره ديال الناباج وزدت ليها داك النكهه ديال الفرامبواز حركتهم مزيان ودرتهم في هاد الميكه هادي عادي يعني شديتها على الجنب ديالها. ودابا درت واحد الثقب صغير وكنهبط على شكل دميعات، هذا يعني اضافي كمرحله ديال التزيين. يعني معلقه الناباج اللي ما تصابش عنده الناباج في هاد الاوينه ممكن يدير كونفيتور ديال الفريز داك الجاري اللي كنديرو في الحلوى، ولا كان فيه الحبيبات صفيو صفايه عاد ديروه في ميكا باش يخرج ليكم. يعني راه كاين الحلول ديال التزيين، يعني درت غير هاد الدميعات ديال نكهه فرامبواز وناباج. بالنسبه للتزيين كيف ما كنقول لكم على حسب الذوق اللي موجود عندكم، انا عندي هاد القليبات صغيورين. هاد الطاسه هادي كنت خديتها ب 5 درهم، يعني كل وحده 5 درهم كانت عامره عندي، راه يعني راه استعملت منها بزاف ديال الوصفات. وعندي هنا الفيرميسي البيض كنرشوا على هاد الدميعات هادو باش ما يبقاوش ليا هكاك حمرين، يعني كنزيد نعطيهم بحال التليج هابط على هاد الكلاص ديالنا. كيف ما كتشوفوا التزيين ممكن تخليوها سامبل او ديروا فوق منها غير الكونفيتور الا ما تصابوش عندكم مثلا هذا لي موتيف ديال لي بومبو. يعني هاد الكلاص كتحطيه لضيافك بوجهك حمر يعني من وراء وجبه غداء او عشاء في هاد الصاد. يعني ما كاينلاش نحطوا الديسير، حطوا تحليه بارده وتحمري بها وجهك كانك شريتي تحليه من على برا، وسريعه التحضير والمكونات جد اقتصاديه. بالنسبه للكريمه اللي درنا شونتيي ممكن تاخدي هذيك اللي فيها رابعه، راه كتهز جوج كيسات كدير 10 درهم او 8 درهم على حسب ماركات، يعني 8 درهم وواحد ياغورت هاد التحليه غادي تقام عليك ب 12 درهم هاد التحليه باش كتقام عليك الا خديتي العبار نيشان ديال لاكريم شونتيي، الا خديتي البواطه ديال الكريم شونتيي اللي ب 10 درهم زائد ياغورت بجوج درهم، يعني 12 درهم هانتي صيبتي اروع تحليه تقدميها للضيوف ديالك وتفرحي بها مول دارك ووليداتك، كتجي رائعه جدا. كنتمنى تعجبكم التحليه البارده ديال اليوم، كلاص كيجي رائع وهذا هو وقته. انا نقطع لكم واحد الموصو باش تشوفوا معايا كي كيجي القوام ديالو. انا راه خليته مع التصوير وخديت التصويرات من هنا ومن هنا وكنزوق، تعطلت عليه راه هو داب ليا واحد شويه من التحت. يعني انتي ملي غتبغي تحطيه يعني مجرد ما تجبديه ديموليه تزيني تحطيه، انا بقيت كنصور من هنا ومن هنا عاد بديت كنقطع باش نخلي لكم التصويرات مقادين. يعني راه داب ليا واحد شويه من التحت معليش، ولكن كيف ما كتشوفوا كيجي القوام ديالو رائع والمذاق ولا اروع، بالخصوص الكريمه البيضاء راه فيها ياغورت وتا التحتانيه راه فيها ياغورت والنكهه ديال الفرامبواز. كنتمنى ما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم وشهيه طيبه، وما تنساوش تجربوا هاد التحليه وتردوا عليا. مرحبا بكم دائما عند قناه سكينه الصويريه، وشكرا لكم للمتابعه.